اسم بقى خلاص الجماهير المصريه تعرفه جيدا من كتر المجهود اللي بيعمله اللي ما يقلش ابدا عن مجهود لاعبي منتخب مصر وجهازهم الفني سياده السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون. يا فندم صباح الخير ومليون مبروك. كريم، ميرسي على كلامك الجميل ده، ارجو ان انا كنت استاهله الحقيقه. يعني الانجاز اللي عملوه لاعبتنا النهارده حاجه تشرح النفس تفتح القلب. يعني كفايه اقول لحضرتك ان احنا، انا كنت قاعد النهارده في المنصوره، معلش صوتي رايح شويه، انت طبعا عارف احساس الملعب بيبقى شكله ايه. طبعا. لكن كفايه اقول لحضرتك ان النهارده انا كنت قاعد بين سفير المغرب من جانب وروجيني من جانب اخر، وبعدين قاعد المنصب الرئيسي للاتحاد الافريقي. فيعني الحقيقه لما تشوف كل الناس بتشيد باداء المنتخب بتاعك، وقد كده بيتكلموا على ان اللعب كان جميل، ربما يعني النتيجه كارقام ما كانتش هي اكثر حاجه تفيدنا، كان هيفيدنا اربعه خمسه، واحنا كنا ثلاثه مؤكدين يعني لولا ان احنا اكتسبنا. باللاعب يا فندم برضو المنتخب المغربي ومنتخب كبير وقوي جدا، فالنتيجه معقوله الحمد لله. يعني هو كان الجون الثالث ده جاي نتيجه اندفاع الجميع ناحيه الهجوم لمحاوله التعويض، اذا تمكنوا من هذا كان هيجي جون ثالث، لكن احنا فضلنا نكتفي بالجون واحد بشكل ظريف كده الحمد لكن لله. اللي عايز اقول لحضرتك عليه ان الاداء هو اكثر حاجه الناس كانت سعيده بيها. كل الجماهير اللي كانت موجوده النهارده، سواء اللي جايه من اقصى الكاميرون اليمين وشمال عشان تتفرج على المباراه، او الجمهور الكريم اللي جالنا من مصر، الحقيقه كله كان فرحان بهذا المنتخب اللي قد كده متجانس من بعض، كلنا قاريين بعض وشايفين بعض كويس. الحقيقه كان منظر جميل جدا. انا كنت حاسس وانا قاعد وسط الناس وهي بتشيد باداء هذا المنتخب، فما فيش شك زي ما كنا في الاول ربما ما كناش يعني في احسن حالات الرضا عن استاذ سفير. لسه معايا على الهاتف؟ طيب لو امكن يا جماعه نعاود الاتصال بيه مره اخرى عشان في سؤال مهم كمان استاذ سفير احب ان انا اساله له. نرجع تاني للشكل النهارده. النهارده كمان في نقطه مهمه جدا، بعد الهدف التعادل تحديدا قبل الهدف الثاني بدا المنتخب المغربي يخرج من مناطقه الدفاعيه، فالناس قالت ايه ده احنا ادائنا قل. لا هو ما قلش، انت بتلعب مع منتخب قوي جدا. بالمناسبه انت كسبت كوت ديفوار وكسبت المنتخب المغربي، المنتخب النيجيري خرج، فاضل لك المنتخب الكاميروني. احنا بنتكلم في اقوى اربع منتخبات حتى الان على مستوى الاداء في هذه البطوله. طبعا حط السنغال على جنب، السنغال اللي كسبت غينيا الاستوائيه النهارده ووصلت للنصف النهائي عشان تواجه منتخب البوركيني، بس انا بكلمك حرفيا في اقوى اربع منتخبات، انت لعبت ثلاثه منهم، كسبت اثنين وخسرت واحده، فاضل لنا الكاميرون. انت بتلعب مع اقوى منتخبات، انت كمان طريقك مش مفروش بالورود، انت مخلص دور المجموعات في وشك كوت ديفوار، في وشك المغرب، بعد كده الكاميرون، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعدي الكاميرون، غالبا هنلاعب السنغال في النهائي ان شاء الله يعني بدون مقاطعه. بس انت بتلعب مع منتخبات كلها كبيره، كل ده في ظروف صعبه، امور بدنيه عماله تزيد عليك صعوبتها، انت بتلعب كل مباراه وقت اضافي واصابات بالجمله. مره اخرى السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، نكمل معاه هذا الحديث الممتع بعد فرحه منتخبنا الوطني اليوم. اتفضل يا فندم. فزي ما بقول لحضرتك الحقيقه كنا كلنا نشعر بمنتهى الفخر، وفي الملعب الاحساس كان اقوى بكثير قوي. وبرضه لازم ان انا اوجه الشكر للجانب الكاميروني على مساعداته. النهارده الحقيقه كان في مشكله خاصه بالتذاكر نتيجه التاخر طبعتها، ودي موضوع بقى خاص باللجنه المنظمه. فالحقيقه اتصلت مع المسؤولين وزاره الخارجيه فتحوا لنا الابواب. يعني حضرتك مثلا الجمهور بتاعي داخل، لو احنا شارين التذاكر ومعانا التذاكر في ايدينا، محدش شارع التذاكر، فتحوا بوابات كبيره دخلت الناس كلها بدون يعني عارف حضرتك بيبقى في تشيك بيتعمل عند كل نقطه. لا فتحوا لنا اللي جوه ودخلونا مباشره عشان نلحق المباراه من جانب، وعلشان تقديرا منهم لهذا الجمهور اللي جاي من مصر. الحقيقه الكاميرون طبعا الكاميرون عشان نكون واضحين يعني هي بتساعد في كل حاجه، وحتى انها تزيل كافه العقبات من حيث الماتش الجاي، ساعتها مش هتعرفنا ولا هيبقى لهم اي علاقه بينا خالص. يعني انا طبعا بقول الكلام ده وهو بتنضر، لكن طبعا لما هتلاعب الكاميرون مش هتلاقي نفس التسهيلات اللي بتتقدم لي وانا بلاعب فرق اخرى سواء كان المغرب او كوت ديفوار قبل كده. لكن في نهايه الامر احنا كنا في ملحمه جميله، 11 راجل في الملعب
نزلوا البدلاء ارجل، الجمهور كان ارجل وارجل، والحقيقه الواحد كان في منتهى الفخر والسعاده ان هو ينتمي لهذا الشعب. طيب يا فندم، عايز اسالك ان شاء الله احنا عندنا اصابات كتير بالجمله للاسف يعني، وربنا يا رب يقدر اللعيبه الموجوده الرجاله ويعوضوا غياب المصابين. نفسنا كمان ان شاء الله الامور تطمن في المسحه بتاعت كورونا قبل مواجهه الكاميرون، وتبقى الامور كلها بخير ومفيش اي لاعب يغيب ان شاء الله. ان شاء الله، بس هي العمليه الثانيه مش الكورونا يعني، طبعا النهارده اصابه ابو جبل برضه كانت من الحاجات اللي هتاثر علينا في المستقبل، وربنا يستر يعني ان شاء الله. وقد يكون ربما مش عارف يعني، هل لسه طبعا الكلام ده جهاز الفني اللي هيقرره ويقدره، هل هيبقى كابتن الشناوي هيقدر يرجع تاني قبل المباراه يوم الخميس؟ عندنا يا فندم، عندنا كده كده محمد صبحي ومحمود جاد رجاله، ما تقلقش، محمد صبحي ومحمود جاد رجاله برضه يشيلوا المهمه ان شاء الله يعني. لا لا، انا بقولش حاجه، انا بتكلم على اساس ان هو اساسا يعني لما قدموا من مصر كان هذا هو الترتيب، وهذا هو الحارس الاول للمنتخب الوطني كابتن الشناوي، مش تخليلا من الاخرين، بالعكس احنا شفنا كابتن ابو جبل هو اللي جاب المباراه الماضيه بالصده اللي صدها في ضربات الجزاء، فما اقدرش اقول ان ملوش فضل، ده هو طبعا اللي خلانا نوصل لمباراه النهارده يعني قولا واحدا. ولكن طبعا واحد بيتكلم من باب الاصابات زي ما حضرتك اتكلمت، لكن نعمل ان شاء الله يعني. انا شخصيا مش قلقان، اي 11 راجل من هذا المنتخب هيتحط، لا انا اقصد انا لما سالتك يا فندم، لما صعبه مع دوله زي الكاميرون على ارضها وفرعها. طبعا انا لما سالتك على موضوع كورونا بطمن منك انه الاجراءات الاحترازيه زي ما هي والامور كويسه ومفيش اي مشاكل، عشان نضمن ان الحالات كمان سلبيه الفتره اللي جايه. الحمد لله، انا الحقيقه حتى باقل انا شخصيا من زياراتي للمنتخب تخوفا من اي شيء، الحمد لله ان هم في فندق يعني ليس قريب من وسط المدينه، وبالتالي انا بتفادى خالص ان انا اروح، محدش ضامن نفسه، حضرتك بيبقى الواحد ممكن حامل الفيروس ولا تظهر عليه اي اعضاء اعراض، فانا ما احطش المنتخب في موقف بهذا الشكل بحكم ان انا السفير وبقدر ادخل واخرج عندهم، فان انا اعرضهم لحاجه، فالحقيقه باقل جدا، ربما يعني مرة كل كذا يوم لما أروح من بعيد تخوفا من أي شيء يعني. إحنا نحسس عليهم، وشفنا منتخبات كاملة طارت، شفنا منتخب جزر القمر نص المنتخب أصيب بالكورونا، وده أدى إلى مشاكل كبيرة جدا وخسارتهم أمام الكاميرا. فالحقيقة طبعا حضرتك عندك حق في تخوفك من موضوع كورونا، لكن انا كمان عندي حق في ان انا واثق في هؤلاء الرجاله، وان اي 11 لاعب منهم هيؤدوا مباراه جيده جدا، وهيقدروا يقفوا للكاميرا، لان المباراه صعبه مع هذا الجمهور المتعطش للفوز، واللي شايف ان فرصته التي لم تتاح له مره اخرى وهو بيلعب على ارضه وسط جمهوره ان هو ياخذ هذه البطوله ويحتفظ بها في الكاميرا ولا تخرج. انا حتى دايما لما اجي اهزر معاهم يقول لي طب انت محتاج اي حاجه بالنسبه للمنتخب او محتاج حاجه كده، قال لهم هم صدقوا لمعوا الكاس كويس عشان احنا مش عايزين ناخدها لسه، احنا عندنا ان شاء الله ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. الكاس مش خارجه من عندنا ان شاء الله، مش من خارجه من عندنا، لا منتخبنا باذن الله يعني ان شاء الله يكون مباراه طيبه. والحقيقه يعني انا ما احبش ان انا رجل دبلوماسي وسفير وكلمتي محسوبه، ما احبش ان انا اتكلم على تحكيم، لكن انا ما كنتش في منتهى السعاده النهارده. لا كلنا كنا متضايقين يعني. ما كنتش في منتهى السعاده النهارده، كلنا كنا متضايقين. اتمنى المباراه القادمه يكون يعني الاختيار افضل بالنسبه لطاقم الحكام علشان الفير بلاي مش اكثر، عشان نحصل على حقوقنا في المباراة بشكل طبيعي، احنا لا نستجدي شيء، عايزين العدل في التعامل مع اللاعبين وفي حقوقهم مش اكثر من كده، مش طبيعي مجاملة حد. صحيح. السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التصريحات المهمة، وايضا المجهود الوفير اللي بتعمله مع
الجاليه المصريه في الكاميرون، بنتكلم على البعثه المصريه لمنتخبنا الوطني او حتى الجماهير اللي بتسافر طول الوقت طول الوقت، الراجل واقف جنبهم وبيشتغل معاهم بشكل رائع جدا. والكلام اللي دايما بيجي من الناس عن السفير مدحت المليجي كلام عظيم جدا عن المجهود وحجم المجهود الكبير اللي بيبذله في الوقت الحالي مع بعثه منتخبنا الوطني. انا بشكرك شكرا جزيلا.